كان لقطاع الزراعة نصيب الأسد في المشروعات القومية اللي نفذتها الدولة المصرية، مشروعات ضخمة في كل ربوع الجمهورية والتوسع الأفقي والرأسي وإنشاء مشروع الزراعات المحمية، كذلك أيضا إعادة الروح لمشروع توشكا العملاق بعد سنوات من التوقف. وخلال السنوات الثمانية الماضية نفذت الدولة المصرية 320 مشروع زراعي في مجالات دعم التنمية الزراعية وصغار المزارعين، وفي مجالات كمان ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والحد من أزمات التغيرات المناخية، بالإضافة لإطلاق مشروع تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان في أكثر من محور زراعي تنموي. للمزيد هينضم لنا الحديث عن هذه التفاصيل ومجهودات الدولة عبر الهاتف دكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك يا أستاذة أمل وأستاذة دعاء ومشاهدي القناة الكرام. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. دكتور، في ظل أن العالم دلوقتي بيتكلم وخايف أنه ممكن نستخدم الغذاء كوسيلة ضغط، مصر بقالها فترة طويلة جدا قدرت أن هي تبني صوب جديدة، قدرت أن هي تنمي المشاريع الزراعية وتستصلح أراضي زراعية، تقوم بالاستصلاح الزراعي والمشاريع الاقتصادية مع دول زي الإمارات وغيرها. كلمنا بقى عن الموضوع ده عشان نطمن الناس أكتر. في واقع الأمر ذلك في غاية الأهمية. نعم. وتأتي جهود مصر في هذا السياق في إطار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة 2030، والتي يعني تهدف إلى تحقيق أهداف محددة، زيادة إنتاجية وحدتي الأرض والمياه، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي. يعني ونرى جهود حثيثة من الدولة لتحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة السكان الريفيين وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية سواء في الأسواق المحلية أو الأسواق الخارجية، ويعني تحسين بيئة الاستثمار الزراعي. ولقد رأينا يعني أيضا جهود كبيرة من الدولة خلال المؤتمر الاقتصادي لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين بشكل كبير. الدولة خطت خطوات بعيدة في إطار مشروعات التوسع الأفقي من خلال مشروع 1.5 مليون فدان، ومن خلال مشروع تنمية شمال ووسط سيناء 700,000 فدان، وتم عمل محطة مياه المحسمة ومحطة بحر البقر لتدوير مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي، فضلا عن مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان، والذي يضم في إطاره مشروع مستقبل مصر 1.1 مليون فدان، الترع وتوشكا والتنمية الأفقية بالزبط. والرأسية وإدخال بالزبط. التكنولوجيا في الزراعات كمان، ذلك هو المحور الثاني من محاور التنمية الزراعية. تحدثت عن المحور الأول وهو التوسع الأفقي. المحور الثاني هو التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية متحملة للإجهاد البيئي والإجهاد الحراري، يعني تتأقلم مع مختلف الظروف المناخية، ويعني ذلك من خلال جهود المراكز البحثية وفي قلبها مركز البحوث الزراعية، أكبر صرح علمي زراعي تطبيقي في الشرق الأوسط، وفضلا عن تطوير المعاملات الزراعية. يعني ويأتي في هذا الإطار ما يعرف بالزراعة الذكية مناخيا، والتي تعني ببساطة يعني تأقلم الأصناف مع الظروف البيئية، لأن التكيف مع المتغيرات المناخية ومواجهة التغيرات المناخية يكون إما عن طريق التخفيف من خلال تخفيف المصدر نفسه من خلال تقليل استخدام الوقود الأحفوري أو من خلال، بس عايزين نقف عند النقطة دي يا دكتور أشرف، فكرة الزراعات الذكية المناخية وفي نفس الوقت إن إحنا بقى في توسع في الصوب، أهمية هذا الأمر في ظل كل التغيرات المناخية اللي بيعاني منها العالم وبتأثر على الأمن الغذائي، والأمن الغذائي بالنسبة لأي دولة هو أمن قومي برضو، لأن ما ينفعش يبقى ما فيش أمن غذائي في هذا البلد. ذلك في غاية الأهمية، لأن التغيرات المناخية أصبحت دراماتيكية، ولقد شهدنا هذا العام موجات ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأنهار في أوروبا، نهر الراين
وغيرها من الأنهار، نهر كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن السيول يعني الجارفة التي حدثت في باكستان وكثير من التغيرات التي أدت إلى نقص الإنتاج الزراعي بشكل كبير. والدول النامية هي الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، رغم أنها لا تساهم إلا بقطر ضئيل في الانبعاثات، والدول المتقدمة صناعيا هي ذات النصيب الأكبر في تلك الانبعاثات. ولذلك نأمل جميعا، العالم كله يتطلع إلى مؤتمر كوب 27 الذي سيعقد في شرم الشيخ مدينة السلام، حتى تقوم الدول المتقدمة بتنفيذ تعهداتها في هذا الإطار. التغير المناخي مؤثر جدا على الإنتاج الزراعي، ويعني مصر هي صوت إفريقيا النابض من خلال هذا المؤتمر لوفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها في هذا السياق وتحقيق ما تعهدت به الدول في مؤتمر كوبنهاجن 2009 ومؤتمر باريس 2009. مصر عاملة شغل كبير جدا فيما يتعلق بالحفاظ على المناخ وللحد من التغيرات المناخية، كلها أيام وكوب 27 يبدأ، أمال وطموحات عالمية كبيرة جدا على هذا المؤتمر أو قمة المناخ بإذن الله يخرج بنتائج تساعد في إنقاذ العالم. دكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، جزيل الشكر لحضرتك.